اوكي. فنانة صوتها حلو، دمرت نفسها وموهبتها، مين الفنانة؟ شيرين. شيرين عبد الوهاب. ليه؟ الفنان يعني ما يخليش حياته الشخصية على المشاعر، والفنان لما يكون كبير، أما الفنان يكون كبير ميجا ستار، وشيرين في رأيي أنا ميجا ستار الشرق الأوسط، وصوت مصري جميل له مريديه ومحبيه طبعا من الشمال والجنوب طبعا والشرق والغرب. لازم لما أصل لهذه المكانة أكون على قدر المسؤولية دي، ولنا في الست أم كلثوم يعني خير مثال، فقد كانت قدوة لكل الفنانين، ومش فقط أهل الطرب أو المغنواتية أو أو الموسيقيين، لكل الفن في العالم العربي كانت قدوة ليها. خسرت كتير، وعشان بنحبها هنسمعها برضو. بلاش بلاش نقحم الحياة الشخصية وندخلها في الحياة العملية، لأنك مسؤولة مسؤولية كبيرة. بس هي آخر مرة طلعت قالت إن هي خدت قرار إن هي لا يمكن تدخل حياتها الشخصية تاني في السوشيال ميديا ولا مواقع التواصل الاجتماعي، كويس، وإن دي حاجة لا يمكن هتتكرر مرة تانية. كويس، إن شاء الله تعمل كده، وإن شاء الله ترجع لجمهورها أجمل وأحلى وببريق أكتر من اللي كانت عليه. تديها إيه نصيحة في الفترة الجاية من حياتها؟ أنت عارفة الطريق والسكة اللي وصلت بيها ونجحتي وعششتي في قلوبنا بيها، ارجعي لها، دي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، حافظي عليها. الكارت اللي بعده. الله، هو مش كارت واحد؟ مستعجل عليا. ما عجبكش؟ طب وريني كده اللي انت مش عايزني اقوله ده، فضول بس مش اكتر. ماشي. ايه سر الهجوم على مسلسل نجيب الريحاني؟ المؤلف ولا المخرج ولا الممثلين؟ طبعا الاستاذ محمد فاضل هو استاذ كبير يعني، ولكن كتير كبار وليهم وقعاته. عدم التعامل بجدية مع هذا العمل الذي كان من الممكن أن يكون حدث تاريخي بنروي به تاريخ وطن مش تاريخ نجيب الريحاني فقط، أدى إلى النتيجة اللي احنا شفناها. أضف إلى ذلك الإنتاج كان بعافية، والمسلسلات دي مش عايزة إنتاج بعافية. وشوفوا في مسلسل اسمه كراون التاج، 4 ولا 5 مواسم بيحكي تاريخ انجلترا، شوفوا اللي معمول فيه. فكان مسألة فيها تاريخ يعني الحقبة بتاعت اليزابيث بالذات يعني، وكان لازم في الورق. وعلى فكرة المسلسل ده انا كنت عامله في الاول يعني، كان عرض عليا. كنت هتعمل دور نجيب الريحاني؟ ايوه كنت عامل دور نجيب الريحاني. وليه ما عملتوش؟ كان بعته لي الاستاذ محمد الغيطي، وكانت بعته لي الحاجة ايناس المنتجة. وليه ما عملتوش؟ هي ونجلاء رشدي زميلتنا وحبيبتنا يعني، وقلت ان لازم شويه حاجات في الورق. وما جيت نوهت لده الاستاذ محمد الغيطي يعني قال لا الورق كده، فهو فهموا ان انا خفت يعني من ده، وهو شافوا ان ممكن يكون في حد افضل، شافوا اعتقد نضال الشافعي ومحمد سعد، واستقر الامر على عمرو عبد الجليل وهو فنان كبير طبعا. عمل الدور حلو؟ ما شفتوش يعني، شفت مشاهد كده يعني، ما اقدرش اقول ان شفت، ما عرفتش اشوفه يعني.